السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على موقع اسمه امي مايند. الموقع الجميل ده اتعرفت عليه ازاي؟ انا كنت بعمل خريطة ذهنية على موقع اسمه مايند اومو. الموقع ده عمل لي خريطة ذهنية بشكل قوي جدا. كنت بتكلم عن مؤشرات المدن الذكية، مثلا البيانات والناس والتنقل والمواصلات، وكل واحدة فيها كذا فكرة، وكل فكرة تحتها افكار وهكذا. فالموقع ده لما خلصت حبيت ان انا اعمل له سيف او اعمل له اكسبورت. فوجئت ان هو ما بيعملش اكسبورت لصيغه من الصيغات اللي انا عايزها. يعني لو انت عايز حاجه مجانيه فانت قدامك بس تكست نص، فده اللي انا اخترته، انما الباقي كله بفلوس، لازم ادفع فلوس، تمام. وحتى ان انا اسيفه ما بيسيفنيش غير ام او ام اللي هو الامتياز بتاعه، ومايكروسوفت اكسل. انا كده خدت الداتا بس مش عارف اعمل بيها حاجه خالص، هو قافل اصلا اكسل. فالحاجه اللي موجوده معايا التكست بس، وقلت له اعمل لي اكسبورت على الماي كمبيوتر بتاعي. راح مسيف لي الملف التكست دي. قعدت بقى ادور على البرنامج اللي ممكن يعمل لي الملف التكست دوت، يعملها لي بشكل خريطه ذهنيه بالشكل دوت. فجربت مواقع كتيره وكلهم فشلوا، كلهم ما بيقبلوش تكست ما عدا الموقع ده اني مايند. اني مايند ميزته ان هو بيقبل التكست، مجرد ان انا اديته ملف التكست راح عمله لي كاملا، تمام. طيب خلينا نعمل واحد جديد كده. وفيك ان انت تعمل خريطه ذهنيه بالذكاء الاصطناعي، يعني ممكن تقول له بيست ان تكست، هديك تكست وانت حوله خريطه ذهنيه. خلينا نشوفها. ماشي، بيقول لي اديني ملف تكست، فهفتح الملف اهوت، وكل اللي عليا ان انا هاخد الكلام بس كوبي بيست. هو بيعتمد ان في مسافه بين الحاجات عشان يعرف ان دي شجره من دي او دي فرع من دي. وهقول له اهو، وفي حاجه اسمها تكست برومت. برومت يعني انا ممكن اقول له اعمل لي انت بقى عن الذكاء الاصطناعي، فهو يبدا يعمل كل حاجه. فالموقع ده حل لي مشكله كبيره اهو، بيقرا ويعمل، تمام. وفي الاخر ممكن تسال بقى، يعني خلاص هو خد الداتا دي كلها وتساله بقى في الذكاء الاصطناعي ايه هو التاثيرات، ايه هو مرونه سوق العمل وهكذا، فيقدر ان هو يعملها لك بشكل قوي جدا. الذكاء الاصطناعي جزء اساسي من موقع ام مايند، فموقع خطير خطير يعني. بالاضافه ان انت تقدر تعمل له اكسبورت للبي دي اف والصوره زي ما انت عايز، يعني لو انت عايز تعمل اكسبورت مش بعترض، بس ايه يخلص هو يعمل المؤشرات كلها وبعد كده نقدر نعمل اكسبورت ونقدر نعمل شير ونعمل سيف وكل اللي احنا عايزينه. تقدر نسيفها كايمج او مارك داون، يعني نقطه ومسافه نقطه وهكذا، في ريمايند البي دي اف، وورد، باوربوينت، لوكال فايل. اللوكال فايل ده الامتداد بتاعه اللي هو ام مايند، يعني مش هشغل على الموقع ده، لكن في باوربوينت، في وورد، في بي دي اف، في فري مايند، في حاجات كتيره جدا. اقول له باوربوينت، هيبدا بقى يقول لي اهي كل نقطه فيهم نقدر نعمل باوربوينت، بحيث ان انا اقدر اشرح البرزنتيشن بشكل قوي جدا ان شاء الله. فممكن اقول له اعمل لي داونلود لملف الباوربوينت. دي ميزه نادرا لما الاقيها، ان حد يعمل لي النقط بالشكل الجميل دوت، دي حاجة كويسة جدا. نرجع، هتلاقي ان هو مجهز لك، يعني ان انت تسأله، ممكن تسأله مثلا اديني ملخص للحاجة ديت، فيبدأ ان هو يعمل لك ملخص. طيب خلينا ندخل اهو، هنا تقدر تسأله بقى اهو، يبدأ بقى يجيب لك كل حاجة انت عايزها. وتقدر تعمل شير لو انت عايز تشارك الحاجة دي، يديك لينك تشاره مع الناس، وليك ان انت تعمل وايت بورد لو انت عايز تشرح حاجة من الناس، فدي سبورة تقدر تشرح عليها بشكل سهل جدا وبسيط. اتمنى الموقع يعجبك ان شاء الله. لو عجبك الموقع ياريت تكتبولنا في التعليقات، لو في موقع اخر مفيد ياريت برضه تكتبولنا في التعليقات.